هي الدوائية، يا الله شوفوا شارت الدوائية، يا لطف الله يا ناس، يا ناس تعرفوا هذا القاع اللي كان قريب منه، قاع إيش؟ قاع شهر 3 مارس من عام 2011، نحن الآن في نهاية 22، يعني 11 سنة زي جبل عمر. يا الله شوفوا الدوائية فين وصل، شوفوا هذه المنطقة كلها قيعان، شوفوا هذا قاع 2015، تصدقوا أنه كسروا؟ هذا قاع 2016 21/8 وصل عنده وكسر، لكن قفل عنده على الشهري بالضبط، قفل عنده. شوفوا هذا القاع حق مارش 20/85 هلله، كان قريب منه. شوف وبدأ بيحاول اليوم يطلع الدوائي، بس شوفوا شوفوا فين قاعد. وهذا قاع كورونا برضو طلع فوقه اليوم 22/60، عشان كده تحمس اليوم وتقدم شوية وهدى وقفل 22/70، يعني قفل فوق قاع كورونا. هذه كلها يا جماعة قيعان تاريخي، كلها اختبرها. شوفوا من متى؟ من عام 2001. هذا كان يقول لو نزل الله يستر ما يودينا قريبة 18 ريال ويروح القاعدة، لكن هو سوى وارتد. شوفوا هذا القاع شهر 8 من 2010، قبل 12 سنة كان عند قريبة 18 ريال. تعالوا أوريكم الشارت التاريخي حقه وين؟ هذا من عام 1998. شوفوا الدوائية من الشركات القديمة، شوفوا يا جماعة فين وصل. يعني لو أنت تاريخيا تدور على ترند رئيسي تاريخيا من 1998، يعني من كم سنة؟ من 24 سنة. هذا ترند الدوائي، بالله عليكم هذا تتوقع ينكسر ده؟ يا الله، يعني اللي بيدخل الدوائية هنا حيدخل في القاع حق ترند 22 سنة. يعني حتى لو جاء واحد يبغى يرمي عفشه ويبيع سروال وفنيلة يحطها في الدوائية، وقف الخسارة عنده خلاص، هو 18 ريال. غير كده يقفل عليه سنين لقدام، يقول أنا خلاص إذا ما أشوف السهم دبل أقل شيء ما أبغى أبيع، خلاص أنا اشتريت في قيعان 11 سنة. هو متى بالغ ونزل وسجل أدنى تاريخي هنا وتبنى القاع أعلى من قاع 98؟ كان أيام 2008 الأزمة المالية العالمية، وصل 10.95 ريال. هذا بالمناسبة هذا قيمة الدفترية قريب 16 ريال الدوائي، يعني إيش يوصلوا 10؟ يعني هذا حده. كم سجل هو في الموجة دي؟ سجل الأدنى، طبعا هو ما زال ضعيف، لكن إيش أنا أقصد السروال الطويل مو القصير، في تلبس سروالين أنت، في الصغير اللي تبان فيه العورة تمام، هذا الصغير هذا ما تبيعه لأنه هذا حق العورة، أنا أقصد السروال الطويل يا عبد الله. لما تقول ممكن تبيع سروالك فنين تقول أنا والله اشتريت في قاع، يعني السروال الطويل وتلبس فوطة، والسروال الصغير ما يصير عيب كده تنكشف العادة، وش استفد؟ ما استفد، لكن ممكن تضحي بالسروال الطويل وتلبس فوطة وخلاص زي الوزرة وكده تستر الشغل، إذا كان عشان الركبتين يعني شرعيا ما يصير تبان. بس صراحة قسما بالله شارتات تقول فين الفلوس، بس وين الفلوس؟ وين الفلوس؟ ونشيل ونحفر وندفن يا رجل، قاع كورونا هنا 22/60 والسهم 22/70، يا لطيف. يعني اللي فاتوا سهم الدوائية أيام كورونا في القاع، التاريخ يعيد نفسه يقول له تفضل شوف الآن السهم زايد 10 هللات، الله أكبر. طبعا السهم ده أنا تهيالي حيطول شوي، لأنه نحن حنراقب كثير أمور فنية في غاية الأهمية. أنا عندي كان هذا قاع قناة انكسر، هذا من علامات زي حق ساكو، هذا جاي مع متوسط الخمسين، يعني متوسط الخمسين 23/34، وهذا بالضبط على النظرية لا والله 23/10، يعني خلينا نقول المتوسط. والله الدوائي لو اخترق 23/30 هذه بداية التعافي من تحت الأولى، واللي تخلي قلبك يقوى أكتر. وإذا جيت تبغى تكملها أكتر شوف في المستقبل تدخل المثلث ثم تخترق المثلث، يعني أنا وهذا رايح للمية، يعني نحن نتكلم عن مستويات برضو قريب 24.5. طيب أين توجد القيعان المكسور؟ شوفوا مستقبلا وين يولع الدوائية وين يأخذ المنحنى الأكثر قوة. شوف هذه كلها مناطق محتاجة الدوائية يعدي عشان السهم يبان بقوة. أول حاجة هنا، بعدين هنا. تخيلوا السهم ده بالمختصر المفيد أغلق فوق 25/65 أو 25/70، هنا يعني يبغى لنا تقريبا 15% عشان يتحرر الدوائية. شوفوا هذه المناطق لما يعديها كده ما في أسهل من إنه يطلع من هنا إلى هنا بالراحة، ما في أسهل منه. بس هذه كلها محطات، عشان كده ممكن تلاقي السهم تقيل دم زي البابطين وزي بعض الشركات اللي ما زالت تحتاج إنها تعدي. وأنا بصراحة أقول هو أول الغيثي
نظرية 3-5-7 اقتحام 23 23 30 وهذا ما يؤكدها متوسط 50 والقناة هذه على اليوم المكسورة. وإن دخلنا المثلث أبعاده 24.5 بعده. وطبعا إذا اخترقنا الترند مع متوسط 100 وتجاوزنا المطبين القاعين دول بما فيهم قاع شهر جولاي 7 هنا حتنكشف متوسط 200 على الأسبوعي وحنشوف السهم قريب 28. وهو لو وصل هنا 28-29 يكون قد حقق السهم قريب 50% من الأدنى اللي وصلوا السهم عند مناطق 20 أكسو. الأدنى هو سجلوا 21 هللتين 21 هللتين 40-45.